السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش أبدا نتكلم عن وقت العملية القيصرية قبل ما نتكلم عن خطواتها عشان نقدر نعرف هو احنا خدنا في الوقت ده كله كنا بنعمل ايه. ودايما السؤال اللي بيجي، احنا هنقعد قد ايه جوه يا دكتورة؟ الإجابة هنعرفها النهاردة في درسنا. معاكم دكتورة ريهام الشال، أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب، واحنا النهاردة في طبيبتي. العملية القيصرية هي عبارة عن الآتي. هي بداية بندخل الأوضة العمليات بعد ما بنكون غيرنا الهدوم الخارجية اللي كانت جاية معانا ولبسنا الجاون، واتكلمنا قبل كده في شرح بسيط كده عن ماذا يغطى ويكشف أثناء الولادة القيصرية أو أثناء العمليات، فهتلاقوا الدرس بالكامل موجود في صندوق الوصف أو في أعلى الشاشة أو في نهاية الدرس. بدأت إنها تعقم أو تعقم في منطقة التخدير، كان تخدير نصفي أو إنها تنام في وضع التخدير الكلي، وبعدها بتبدأ عملية تناول التخدير سواء كان تخدير نصفي زي ما قلنا أو عن طريق الكانيولا وتركيب الأنبوبة الحنجرية في التخدير الكلي. بعدها بيتم تركيب الأسطرة، لأن طبعا إحنا اتفقنا واتكلمنا عن الأسطرة البولية، وإن شاء الله يكون لنا درس مفصل عنها، إيه الحالات اللي ما بنركب لهاش، وإيه المخاطر من عدم التركيب، وإيه مخاطر التركيب، وإيه الميزة وإيه العيب في كل حاجة. الخطوة اللي جاية بعد كده هي خطوة تعقيم مكان الولادة نفسه، واحنا اتفقنا اننا بنعقم منطقة معينة من بداية من منطقة الساي، منطقة الفخذ، حتى منطقة الصدر فوق، بنبدأ اننا نعقم المنطقة دي بحيث انها تكون كلها نظيفة جدا ومش سهل يكون عليها اي بعد شر فرص للعدوى. وبنبدأ بعد كده نعمل دراسنج او نغطي المنطقة دي بشكل كامل بحيث ما يبقاش قدامنا مكان مكشوف غير فقط مكان الولادة ومنطقة البطن فقط. بعد كده بنبدأ اننا ناخد قرار خطير جدا، وهو قرار فتح القيصرية. هنفتح الجلد اول طبقة، واول حقيقة مش اهم طبقة، في طبقة اهم منه هنوصلها ان شاء الله، لكن هو مهم جدا للامهات، هو ده النتيجة اللي بتشوفها السيدة اللي ولدت، لان هي مش شايفة اي حاجة تانية غير كده. وزي ما اتفقنا قبل كده واتكلمنا عن شكل جرح الولادة القيصرية والقرار اللي هيبدأ يتاخد، احنا هنفتح يا بكرية، ده اول جرح ممكن يحصل، هنفتحه فين وفي اي مكان بالظبط؟ ولو ده مش اول جرح وفي جروح سابقة، طب احنا هناخد سيفتي مارجن او هناخد حوالين الجرح ونشيله، ولا الجرح اصلا في مكان مش كويس او شكله مش معدول فاحنا عايزين ناخد جرح معدول، ولا هنعمل ايه وقراراتنا هتكون ايه في الخطوة دي وازاي هنتصرف؟ فتحنا الجلد، بعد الجلد بنبدأ اننا نوصل للطبقات اللي تحت. الطبقات دي بتختلف ايضا ما بين سيدة واخرى، سواء كانت اول ولادة ليها برضو ممكن يكون في الغالب بيكون جسمها مازال بنسميه فريش ابدومن، مازالت المنطقة دي سهلة وما فيش فيها اي تليفات نتيجة ولادة سابقة او خيوط سابقة، لكن لما بتكون متكررة احيانا بيكون في التصاقات ما بين جدار البطن، ونبدأ عشان نفتح المرحلة اللي بعد مرحلة الدهون نلاقي حاصل ما يسمى بالفايبروزيس، وتبقى المنطقة دي منطقة ناشفة جدا وملتصقة. لو كانت بكرية بيبقى الى حد ما سهل جدا اننا نفرق الجدار، ونفرق الجدار الامامي اللي هو الشيس، وبعد كده نبدأ اننا نفرق العضلات ونفتح منطقة البريتون. بعض الحالات الموضوع ده بيكون صعب جدا وبياخد وقت طويل علشان نتجنب ان يكون في بعض الشر اي اذية لاي اوعية دموية او حاجة في هذه المنطقة. مش شرط تكون هذه السيدة والدة قبل كده علشان يكون عندها نفس السقاط، ممكن تكون عاملة اي عملية في جدار بطن قبل كده، او ممكن يكون في بعد شر ما يسمى بالبطانة المهاجرة اللي بتحصل عند بعض الحالات وبتؤدي الى التصاق الى حد ما في هذه الاماكن، وهي نادرا ما بتوصل لمكان زي كده. طيب بعد كده وصلنا لمنطقة البريتون وفتحنا العضلات، وصلنا لمنطقة الغشاء البريتوني. اتفتح الغشاء البريتوني وده سهل جدا انه يتفتح، لكن بطريقة برضو تكنيك، ولازم اننا نكون فاهمين اننا بنوصلش لاي امعاء او اي حاجة ومفيش اي شيء مربوط بيها ولا اي حاجة. وصلنا بعد كده للرحم وبدأنا ناخد القرار، هنسلك ولا مش هنسلك، والمثانة هتنزل ولا تنزلش. قرارات 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 طول الوقت، وطول الوقت لازم كل شيء بيتاخد بناء على الرؤية وبناء على الوضع اللي احنا وصلنا له. بعد كده بيجي قرار فتح جدار الرحم اللي برضو بناء على حاجات كتيرة جدا بيبدأ يتاخد القرار، هنفتح ازاي وهنفتح في اي مكان بالظبط. يعني الحالة اللي بتتفتح بعد ما كانت في محاولة ولادة طبيعية وعنق الرحم فاتح ومتمدد، غير الحالة اللي بتولد على بدون طلق وبدون اي حاجة وعنق الرحم مقفول والدنيا بنسميها كالم او ستيل. كل حالة
ولها ظروفها ولها قراراتها الطبية. خلاص احنا كده وصلنا للبيبي وفتحنا وبدأ يخرج البيبي. البيبي ده معدول براسه ولا برجليه؟ البيبي ده جاي على اي ناحية؟ بيبي ترانسفيرس ولا لونجيتودينال؟ البيبي في اي اتجاه وهنجيبه ازاي؟ البيبي ده بيبي واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ ايه وفي اكتر من كده؟ طيب القرار ده كل دي قرارات وبناء عليها برضو بناخد وقت علشان ناخد هذا القرار. طيب تقفيل بتاع الرحم، بيبي خرج، خرجنا المشيمة، والمشيمة الحمد لله خرجت كاملة وطمننا ونظفنا بعدها كويس. التقفيل بتاع جدار الرحم ده هيتم ازاي ويتم بشكل جيد ازاي، وابقى ضامن باذن ربنا ان الخيوط دي خيوط متقفله بشكل لا يسمح بعد الشر الى وجود ما يسمى بالنيتش، او ان الجرح بتاعها يكون جرح رقيق وسهل ان هو يتفتح مع اي شويه طلقه او مع اي شويه كحه عندها. خلي بالنا جدا جدا ان كل دي امور تاخد وقتها، اننا نطمن ان مفيش بعد الشر اي مصدر للنزيف موجود في اي منطقه من المناطق، ونطمن ان بعد الشر ما عندهاش اكياس واحنا ما كناش واخدين بالنا منها، او ما ظهرتش، او الحاله جايه لنا في التاسع او في الشهور الاخيره وكان في بعد الشر اكياس على المبايض واحنا مش شايفينها. كل دي قرارات. طب بعد كده قفلنا خلاص، طمنا وخرجنا كل حاجه وطمنا ان مفيش بعد الشر اي بقايا لاي ادوات موجوده في الفيلد بتاعنا، نبدا اننا نقفل تقفيل الكلاسيك زي ما دخلنا فتحنا اللي كان داخلين فيه ده، المفروض نقفل اللي كنا داخلين فيه. بدانا نقفل برضو بطبقات وبدون تسارع. التسارع مش في مصلحه المريضه الا في حالات نادره جدا بيكون فعلا التسارع فيها مهم، لان بعد الشر فرص انها تتعرض لمشاكل بتكون اعلى، حتى وان كانت هتشيل مخاطر التسارع نفسها بالنسبه لها اقل بكتير من المخاطر اللي هتحصل نتيجه انها يتم تسارع في العمليه نفسها. دي حالات نادره جدا جدا ومنشوفهاش كتير، واطمنوا ان شاء الله مش انتم باذن الله. بدانا نقفل، بدانا بعد كده نوصل لتقفيل اننا ناخد قرار. طب هنقفل البريتون ولا مش هنقفله؟ هنقفل العضلات ولا مش هنقفلها؟ هنضم جدار البطن بشكل عامل ازاي؟ وهنتعامل ازاي مع الجلد؟ وهنقفله باي نوع خيوط؟ زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا عن الخيوط وازاي بنقفل الجرح واي نوع من انواع التقفيل، وبناء على ايه القرار ده بيتاخد. كل دي قرارات طول الوقت، فخلوا بالكوا ان كل دي امور هتستنزف مننا وقت، عندنا، عند غيرنا، عند كل الاطباء اللي بيمشوا بالكلاسيك، بيمشوا بالطريقه المنطقيه وبيفكروا لمصلحه العيانه دايما، وبنتعامل مع الامر بشكل شخصي قبل ما يكون بان دي حاله وادينا قفلنا وخلاص واديها قامت وخلاص. الحالات الاخرى بقى اللي عندها بعد الشر مشيمه سابقه، اللي عندها بعد الشر نزيف داخلي، اللي عندها بعد الشر مشاكل حصلت طبيه، او اللي عندها التصاقات عنيفه واحنا قاعدين نفك بقى وقاعدين ندور ونشوف هنطلع البيبي ازاي، او قاعدين نفكر هنعمل ايه، كل دي حالات بتستغرق اوقات اكبر من كده. وطبعا الاوقات الاكبر من كده دي بتكون تحت اشراف طبي وبتستهلك مننا وبتستنزف موارد اكبر، وبالتالي لازم يكون ليها كل تقديرها واحترامها، ونكون معرفين الحاله لان ده هيضغط على اعصاب الاهل بره في انتظارهم، فبنقول لهم ان دي حاله هتاخد وقتها في العمليات وبراحتنا خالص، وما تبقوش ابدا قلقانين من اي شيء. خلوا بالكم ان بعض الحالات بنخرجهم بيخرجوا يقعدوا في الافاقه او منطقه الافاقه والانتظار، بيكون التمريض مشغول في حالات اخرى ومش قادر يجي يستلم الحاله، وبالتالي هي قاعده موجوده في الافاقه تحت ملاحظه، لكن الاهل مش شايفينها، ما شافوش ان الحاله خرجت، فقلقانين على بنتهم انه مش شايفينها، ففاكرين ان هي ما زالت جوه العمليات. فالقيمة هنا هتكون في النقطة الوحيدة، هي نقطة الثقة في الطبيب، لما يقول لنا دي في الإفاقة يطمنه كويسة، أو يقول لنا لا هي لسه في العمليات، أو حد يكون ثقة يوصل لنا المعلومة بشكل صحيح. أنا عارفة إن أنتوا بتبقوا قلقانين، ومقدرة جدا جدا مدى قلق الأهل والانتظار، خصوصا في أمر إحنا لا نعرف عنه شيء ولا نعرف خطواته، وده شيء لا يعيبكم أو ينقصكم، عشان كده إحنا بنذهب لأهل العلم في كل التخصص. إحنا حتى كأطباء نساء، أنا كطبيبة نساء، أنا بروح لتخصص الأسنان وبروح للتخصصات الأخرى لما بحتاجهم، فدايما الموضوع محتاج مننا التهوين، اطمنوا الموضوع هين بإذن الله، ومفيش فيه بعد الشر أي شيء لا قدر الله يقلقكم، ودايما المعلومة لما بتكون سابقة بتكون جميلة. وبعد الشر لو في أي أمر جديد تعرضنا ليه، فدايما الدعوات بتكون هي أسلم مخرج وأجمل مخرج ممكن نخرج بيه باستعانتنا بربنا سبحانه وتعالى، وإنه دايما هو في ظهرنا ومعنا.
لو استفدتوا من الدرس اضغطوا علامة اللايك، ده هيساعدنا اننا يشجعنا اننا نقدم محتوى اكثر افادة. وطبعا شاركونا في التعليقات قعدتوا قد ايه في اوضه العمليات، وبدلونا الخبرات، وما تنسوش تبصوا في صندوق الوصف هتلاقوا فيه روابط وتعليقات مهمة جدا جدا بتوصلكم بكل المعلومات اللي محتاجينها والدروس اللي محتاجينها في هذا الشأن خصوصا. وليكم مننا كل الدعوات بالصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.